طبعا هذا حدث في غاية الأهمية، حدث جليل ومهم، ولذلك أنا في غاية السعادة أن أكون معكم اليوم بهذا الحضور من كافة السادة الخبراء والدارسين والمعنيين والمهتمين الذين تتضافر جهودهم معا على المواجهة الجادة والعلمية والمؤسسية والمدروسة والصبورة لقضية الإدمان والمخدرات. يسعدني أن أشير إلى عدد من النقاط بإيجاز شديد. النقطة الأولى في رؤية وزارة الأوقاف التي تتضامن بها مع هذا الحدث المهم، أشير إلى قدسية العقل. العقل مقدس، خلقه الله تعالى للعلم وللفكر وللإبداع وللاختراع وللاكتشاف. خلق الله العقل لعمران الكون، خلق الله تعالى الكون، خلق الله تعالى العقل للحضارة. فكل صور العدوان على هذا العقل وتغييب هذا العقل وتغطية هذا العقل فإننا نواجهها بمنتهى الحسم والصرامة والقوة، مزودين بكافة المنطلقات الدينية والوطنية والإنسانية والحضارية. العقل لا يمكن بحال أن نقبل أن يتم تغييبه من خلال المخدرات أو من خلال الشائعات. المخدرات تغيب العقل تغييبا حسيا، والشائعات تغيب العقل تغييبا معنويا، تدفع هذا العقل الشريف المقدس أن يدخل في حالة غيبوبة بل مرض بل إنهاك من خلال المخدرات والإدمان. الهدف الذي نريد الانطلاق إليه هو الحماية بكل ما نملك لهذا العقل، ولا يقتصر الخطر في المخدرات والإدمان على إنهاك العقل فقط، بل يتجاوز هذا إلى إنهاك العقل وتدمير الصحة وتدمير الاقتصاد وتدمير الدول. بعض الشرائح تتساهل جدا في التعامل مع الحشيش، قد تتأهب وتتحفز وترفض المخدرات والخمور وصور الإدمان الصريحة والواضحة في الهيروين والكوكايين وغير ذلك من المنتجات، لكن نظرتها إلى الحشيش نظرة شديدة الخلل والانحراف، تتساهل معه ويدخل معها أحيانا منطق مغالط يدعي أن الحشيش خارج دائرة الحرمة، يتساهل في التعامل معه. والذي أريد أن أقوله في هذه القضية، الحشيش صورة صريحة وواضحة من صور الإدمان، لا تقل خطرا عن كافة صور المخدرات المعتادة. وفي تراثنا العلمي الإمام بدر الدين الزركشي في خواتيم القرن الثامن الهجري ألف كتابا مهما في هذا المجال اسمه زهر العريش في تحريم الحشيش، والكتاب مطبوع، طبع عدة طبعات، ويمكن لوزارة الأوقاف أن تساهم بجزء من هذا العمل المؤسسي المشرف الذي رأيناه اليوم بإعادة إصدار وطبع هذا الكتاب وبإعادة تلخيص هذا الكتاب في مطوية صغيرة وبتقديم خلاصة هذا الكتاب من خلال عدد من التغريدات والتعليقات التي يتم إغراق عالم السوشيال ميديا بها لبناء وعي جاد في أذهان الشباب أن الحشيش هو بعينه الإدمان، هو بعينه المخدر، هو بعينه المدمر للعقل والمدمر لبنية الإنسان والمدمر لاقتصاديات وبنية الدول بأكملها.